بعد نضرب ببعض الاوصاف الذين يقيمون الصلاه وقال يسعن العلاقه نسنك وضرب بثقرز ظلان او تظلت عماد الدين. في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمسه تركيزين، لا اله الا محمد رسول الله، مباشره بعد ذلك تظليث الذين يقيمون الصلاه. وشي قال كاين محسن يقرز دي كلش سفلى يشبح يرقم ما شاء الله. تظليث كاين مازال تظليث حسبي ما روضه 70 سنه اتولد أدخل مغا الراتراباج وتسف غارس الجامع ومسكين يموت في 69 بقى على خير صافي مادا مون زرارة ونخدم لك الكالكولاتريس كيما تحسبها كابيبري غير غلط الحساب اطاس ومي غلط الحساب. صليت على الناس ما يصليوش ولا لا لا وكلكم في حرج كلنا في حرج. كي يجيبوا لك واحد جامي صلى زيرو ركعة في الصولد نتاعو زيرو نصليو عليه صلاة الجنازة. ذكرت هذا الكلام من باب التأكيد لأن هناك حرج. صلي قبل ما يصليو عليك صلاة الجنازة تديها حقك على المؤمنين وهي فرض كفاية لازم نصليو على اللي ماتوا اللي حضروا خطر فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ماشي فرض عين، ماشي لازم نصليو كاع، لا لا، اللي مسافرين اللي غايبين اللي ما لحقوش عادي، المهم تؤدى. ولكن المحزن كي نصليو على واحد هو ما يصليش. يكفي هذا التنبيه باش الإنسان يراجع نفسه. ماشي بنادم هذا يقيم ويريد زلا ما زولن في الناس. الله يرحم ربي الشيخ رمضان يمسينا صلاة إن يسأل المؤمنين إيا ونرو في الوقت قيل ين لا ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورنت زال لا السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يزنز سلغ لا. الفلس يعفو يرحم.